ساعد بوليميك كبيرة في علاقة بلبستو بظهوره الأخير دخلوا فيها الناس كل حتى زوجته السابقة سمية الخشاب لم تضع الفرصة هبطت ستاتويت سمباتيك على الأخر بعد شوية كان عنا نقراه ومن التفاصيل على الأخبار ريال. هو أحمد سعد كان حاضر في السعودية واللبسة متاعه كانت غريبة شوية متشبه شوية لبسة النساء وخلينا نقول متاع النساء كاريمون شيء اللي خلى برشا من نشطة مواقع التواصل الاجتماعي ينبروا عليه اللي كما قلت أنت رفيق طليقته سمية الخشب ما ضيعتش الفرصة وصلت كتب التعليق قالت الحمد لله الذي نجينا مش أدرى وأنا أقول لبسي راح فينا يعني وهبطت حتى تصورها وهي لبسة تصويرة لبسة تشبه شوية لبسة أحمد سعد وهبطت له تصويرة هو معده غنية عليك يا عيون هبطت له عليك هدوم ما وقفتش الحكاية هوني على خاطر المتحدث تعرفوا نقابة الفنانين في مصر صار ما برشا وما يلعبوش المتحدث خليني يا رفيق المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في مصر محمد عبد الله يأكد أنه باش يتم استدعاء الفنان المصري أحمد سعد لسماع وجهة نظره ولفت انتباهه بضرورة مراعاة اختيار الإطلالات وإطلالات تناسب الأعراف والتقاليد باش ما يسيئش لسمعة الفن المصري. النقيب حذرة النقيب هل النقابة أن تتدخل في هذا الزي مثلا أنت لو كنت نقيب مصر تعيط له؟ طبيعة الحال نعيط له لأنه العمل النقابي ماهوش شهرية وكاشي والآخر كليه عرفه في الكونترا في الريستوران لا مش هذي مكفيش هذي الجانب المهني فما الجانب الأخلاقي فما برشا جوانب أخرى نقابية مهمة تراعي معناتها مستوى الفنان وظهوره كفنان قدام الجمهور فهمتني وتراعي الأجيال القادمة كيفاش مال والذوق كيما الأغنية الهابطة كيف حتى اللبسة الهابطة فهمني معناتها وقت اللي وقتها انت تمثل بلادك وقتها بالحق اي شو اسمه ذاك اللي طلع عليه بالصنديل في كرتاج عمرو دياب وقتها كليت بعضها النقابه المصريه كليت بعضها واني شاكر لا خلى ولا بقى يعني بورت دير هذا امر مهم مش جدا هاني شاكر لا مش هاني شاكر معلش كون ما مش هاني شاكر ديما برشا نقيب اي اللي قبل دونك صارت مشكله كبيره ياسر معناتها بورفو دير هذا حفاظ على علاش يا اخي مش الارتيست ويدوا تتر ديفيرون يلبس حاجات مختلفه على العباد ايه ديفيرون مش مراه لابس ستيل تاع يصطاد بها الحوت في مرجي سونترا انت تحدد الذوق يا نقيب لا ما نحددش ذوق فيتان لو انا ما نحدد شيء انا عجبني انت عجبك كيجي عندي بدو نلبسه ما عنديش بدنه ما يجينيش كي نلبسه هو محزوق ما هو مشكله انا اكثر من متاكد كونه رفيق بوشناخ قاعد يداعب فيا اما ما يعجبوش اللوك هذا يا جمل مانيش نداعب يا نقيب علاش نسمحوا مثلا للمراه باش تلبس كي الراجل ما يقلق حد تلبس سروال تلبس ديما تلقاها حاتم في الدوره ديما عندك كلمتك في عنك نسمحوا للمراه تلبس كي الراجل ايه وما نسمحش الرجل باش يلبس كلمه راجل ليه هذه لبس حاجه بالنساء حاجه من لبس حاجه مشبكه رفيق انا ضد اختي حضرت النقيب عندك كفنان ديما دايخ انت فيا رجعي برشا معناتها هو ارتيستو كما قلت الفنان رجعي على الاخر يكون مختلف على العباد هو بين بيناتنا اقصد هاو شوف ناصر مثلا بالنسبه لي يلبسها جينا بها مره في سهريه هكا مش كل يوم انا ريت مش في سهريه اي واحد ما فيها باس يلبسها يمشي تلبسها يزي خلو يلبسها رفيق وين عنده ما يلبس يزي رفيق هذه لبسه نجم واحد يخرج بها من دارو تي ما شنو هو رفيق عمر واحد توتي شكون حاتم حاتم شبك هكاك على الكريشه تعمل كيف ويطلع يغني شبكتنا الحكومه هو احمد سعد بيد وظهر لي ظهر لي ندم قال اختياراتي مدمره حياتي ما هو ينبر على سميه الخشب اي ما اوتخوت مون لا بيد قالوا يمكن بتتخ ندم على اللبس نتاعو حتى خرجوا شيوخ راهو يحكي وقال لك هذا تشبه بالنساء انا نشوف اللي هو راهو شعبي راهو احمد سعد معناه ما يخرجش عليه الحقيقه معناه ما كان جاي فنان اخر يمكن انت مستانس بالستيل هذا هو زعما هكا فيغيل واحمد سعد وما نعرفش انا وشعبي ويخرج ويحكي ومتدين زاد كيف راهو ديما معناه يحكي باللدين دونك يجي يخرج باللبس هذايا سي بيزار اون 2023 عندي ان بلاتو يريزون هكا يخمم هكا يحكي هكا ديما مع حريه لاباس انت معناتها بفلوسه لاباس عليه غابت اللبس الكل فات ما لقاه كان التينت هذه والله شيء غلبه ريت ديما موجودين النقابات والمسؤولين باش تضيقوا على العباد حريه هو
فنان وهو فنان فنان ارتيست كلمة فنان يا بابا رفيق تعرف حتى يا بابا على أسنافور وكل وقفة العزيزة يا بابا وكل أوركستر وكل رجل عمره 90 سنة برينس دور ديمون يا بابا على الفيس بريزلي شفت الفيس بريزلي اللي بسيب بس فيها قدم وتيتو الفيس حاجة تبل هذية اغزر له قلب بالفيست زي بش زي تتكلم تاو خذ بش كلام مش على حسابك نحيب نمر الموضوع المواني